أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء العثور على نفق محفور من قطاع غزة يؤدي إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن النفق الذي يمتد عشرات الأمتار حفر من خان يونس في جنوب قطاع غزة ويؤدي إلى الأراضي الفلسطينية. تصدر نادي القادسية الدوري الكويتي لكرة القدم دوري STC التصنيف، وذلك بعد فوزه على برقان بنتيجة 3-0 في ختام منافسات الجولة الثانية والتي شهدت مباريات أخرى. وسجل أهداف القادسية سيف الحشان في الدقيقتين 52 54 والبرازيلي لوكاس في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وضعته بصدارة الدوري بفارق الأهداف عن الفحيحيل والساحل، فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق بنقطة يتيمة. فرنسا الإسباني في التشكيلة، وهنا التسديدة، جول، أو خلاص الهدف ينتهي بالأهداف.